أما هلأ سلمت لمساحتنا الأخيرة لليوم، نسلط الضوء على عمل المستشفيات والجهود الكبيرة اللي عم يقوم فيها الكادر الطبي ضمن مستشفياتنا، وخصوصا العامة اللي هي بتقدم جميع الخدمات الطبية مجانا ومن عرقها مشفى المجتمع اللي تم تأسيسها عام 1947، عم تقدم الخدمات مجانيا على مدار الساعة. تم استحداث عدد من الأقسام ومستمرة عملية التوسيع في المشفى. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الدكتور أحمد جميل عباس، المدير العام للهيئة العامة لمستشفى دمشق المجتهد. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يا هلا، صباحكم سعيد. صباح الخير دكتور. صباح الخير. رمضان كريم ينعاد عليك وعلى الجميع يا رب. على الجميع إن شاء الله، وأعياد مباركة ببركة خيرات السماء اليوم. أكيد. أمطار الخير. أكيد أمطار الخير يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني نحن بنعرف إنه مشفى المجتهد هي من المشافى الحكومية اللي بتقدم خدمات كثير مجانية لكل الناس. خلينا نحكي عن أبرز الخدمات المقدمة وأيضا أبرز الأقسام الجديدة اللي تم استحداثها ضمن المشفى. هلأ مثل ما بيعرفوا الجميع، مشفى دمشق مثل ما تفضلت في المقدمة هي من أعرق مشافي وأقدم مشافي دمشق. طبعا بتقدم كل الخدمات باستثناء شغلتين، هن التوليد النسائية والتوليد وجراحة القلب، هن فقط مو موجودين بالمشفى. باقي الخدمات كاملة تقدم بكل جودة على مدار الساعة. طبعا عندنا الإسعاف الحديث هو آخر قسم تم افتتاحه، هو إسعاف متكامل يضم عدة وحدات ضمنه. يعني أنا بقول لهم أحيانا للعالم إسعافنا هو مشفى مصغر. صحيح. بصراحة هو يضم إسعاف جراحي، إسعاف أطفال، داخلية، عناية مشددة، إسعافية، إنعاش، وحدات مراقبة. فهو إسعاف متكامل يقدم الخدمات على مدار 24 ساعة وبجودة عالية. طبعا في عنا كان، هي مو حديث بس، كان في أسباب تقنية للكرة القلبية كمان هلأ حديثا من عدة أشهر تم المباشرة بعودة إجراءات القسطرة القلبية وخدمات التوسيع والشرايين. فنحن في عنا الجراحة العصبية طبعا كمان من الأقسام اللي عنا المميزة على مستوى القطر والمنطقة بعدة عمليات. في عنا من الفترة الماضية عملية جراحة فكية كمان كانت عملية نوعية على مستوى العالم حتى بجودتها وبتقنيتها. العملية استغرقت حوالي 8 ساعات وسطيا. فمشفى مستمر رغم صعوبة الظروف، رغم الأوضاع الصعبة اللي نعاني منها، ما زلنا نقدم كافة الخدمات على مدار الساعة بشكل مجاني أو شبه مجاني. أحيانا في بعض الإجراءات، بعض التداخلات بتكون مأجورة بس طبعا أجور رمزية، بس الخدمات الإسعافية إسعافنا على مدار الساعة هو 100% فري، مجانا بالمطلق. طيب كنا يعني حكينا بالبداية أنه مشفى المجتهد هي من أعرق وأقدم المستشفيات. الجميل هي مواكبة التطور وأحداث أقسام جديدة يضمن المشفى للحصول حتى على الأجهزة الطبية الحديثة. نحكي الجزئية، تم استحداث أقسام ومثل ما قلت مؤخرا هو قسم الإسعاف، انعكاس عملية يعني استحداث هيدا القسم وعلى الناس. يعني اليوم بنقول الإسعاف فعليا هو مشفى مصغر، ففي يمكن كمان ضغوطات كبيرة ومجهود كبير على الكادر الطبي، بنوجه له تحية كتير كبيرة اليوم. لا شك كرت نحن نعاني من ضغوط كبيرة، يعني وسطيا نحن بإسعاف الجراحي عنا تقريبا 1000 مريض يوميا، عم نحكي يوميا عنا 1000 بالإسعاف الجراحي فقط، وقدهم تقريبا بإسعاف الداخلية، وأقل حوالي 200-300 بإسعاف الأطفال. هدلهم يوميا مراجعين بشكل يومي. طبعا إسعاف الجراحي متنوع بين الجراحات البسيطة حتى الجراحات المعقدة، حوادث سير، الردود الدماغية، النزوف الدماغية، الكسور العظمية، العمليات تكون معقدة، الإنعاشات، نرجع نقول الإنعاشات، مرضى اللي عقابيل الحوادث أو مشاكل جراحية اللي تعاني منها. فالقسم قدم كثير خدمات. سابقا كان الاستطاعة اللي ممكن بالعاف القديم حوالي 500 مريض. هلا برجع بقول نحن وسطيا عم يراجعنا 1000
جراحي و1000 إسعافي، يعني حوالي 3 لـ4 أضعاف الطاقة الاستيعابية القديمة اللي كانت تراجع المشفى سابقا. لا شك هذا بده كادر، بده هاي، والحمد لله كوادرنا موجوده وعم تؤدي واجبها على اكمل وجه. يعطيكم الف عافيه دكتور. يعني نحن بنعرف انه خلال السنوات الماضيه القطاع الطبي من القطاعات اللي تاثرت كثيرا، ان كان بالمواد والمستلزمات والحصار الاقتصادي الجائر اللي عم تعاني منه سوريا وما زالت عم تعاني منه، اللي عم يؤدي لنقص ببعض المواد الاساسيه، ولكن ما بتوصل لحد الفقدان 100%. بعض الاخبار احيانا كانت تتناول انه مشفى المجتهد لا يوجد فيه مستلزمات طبيه، عندنا يعني نقص حاد. حقيقه هاي المعلومات، خلينا هيك نحكي بصراحه، لاي درجه قدرتوا تواجهوا هذا الحصار، ولاي درجه تاذت طبعا هي القطاعات الطبيه؟ هلا مثل ما تفضلتي، لا شك موضوع الحصار والعقوبات، ومؤخرا نحن سابقا ما كانت من اول السنه نحن اضيفت مشفى المجتهد لقائمه المؤسسات السوريه اللي خاضع على قانون ما يسمى قانون قيصر للعقوبات، فنحن من اول السنه صرنا معاقبين رسميا. سابقا كنا بشكل غير مباشر، يعني كان في صعوبات في اصلاح بعض التجهيزات، في اصلاح بعض المواد اللي عندنا، هي مع العقوبات الجديدة اللي انضافت هلا قبل العقوبات. ما نحن من الأساس متأثرين بشكل غير مباشر، لا هلا صار بشكل مباشر للأسف، هي المشفى صارت بشكل مباشر داخل من العقوبات، بس لا قبل حتى ما يضاف اسمنا كمشفى المجتهد للعقوبات كنا نعاني من عدم إمكانية مثلا صيانة بعض التجهيزات بالشكل المناسب والتوقيت المناسب، نعاني من عدم إمكانية تأمين كامل للمستلزمات، ولكن والحمد لله يعني أوكي كان في صعوبات، ولكننا لم نعاني من فقد، يعني كان في أحيانا اختناقات تستمر أيام، بمساعدة الجميع طبعا، الوزارة مشكورة كانت تساعدنا، المنظمات الأهلية كانت تقدم مجالها للمساعدة، فلا نحن الحمد لله ما زلنا نقدم كامل، يعني ما صار في أي خلل بعمل أو آلية النتيجة. تصير بعض الاختناقات بعض الصعوبات، الحمد لله بهمة الجميع بهمة الكوادر المشفى كمان صراحة من فنيين وأطباء، يعني حتى الفنيين كانوا عم يشتغلوا بطاقات قصوى ليصينوا الأجهزة بتكلفة قليلة بشكل سريع، متجاوزين العقوبات، متجاوزين آليات الإجراءات، يعني نحن في بعض التجهيزات يفترض تستورد من خارج القطر، والشركات ما بتسترجي للأسف الشديد تبعث لنا اياها كانت بشكل مباشر لانه خوفا من العقوبات، ففنيين مشكورين والله يعطيهم العافيه كانوا يقوموا باصلاحها بال احيانا بالقطاع الخاص على مسؤوليتهم، على المهم الجهاز ما يتعطل فتره طويله ما يوقف فتره طويله، فلا الحمد لله نحن رغم الصعوبات رغم المشاكل ما زلنا نقدم، ما صار عندنا اي خلل، يعني في بعض المشافي انا بعرف صار مثلا ايقاف العمليات البارده يوم او يومين بالاسبوع نتيجه ضعف بعض الادويه او ضعف بعض النقص بعض الكوادر، نحن ابدا ما صار عندنا هالشيء، بالعكس ما زلنا نقدم الخدمات البارده والاسعافيه على مدار الساعه وما صار اي تقصير. الجدير بالذكر انه رغم كل الظروف اللي عم نحكي عنها والضغوطات والحصار، تمتلك مشفى المجتهد تقنيات حديثه واجهزه طبيه حديثه، خلينا نحكي عنها ونضوي عنها في ظل كل هي التفاصيل اللي حكيت عنها. حاول دائما مشفى المجتهد تكون حاضره
تواكب جميع التطورات في المجال الطبي. نعم، مثل ما حكينا من شوي، نحن مثلا العملية اللي صارت عملية الجراحة الفكية هي تقريبا فصل نصف وجه وإعادة تصنيعه بشكل كتير كبير. طبعا كان تعاون بين المشفى، هي العملية تمت بالمشفى، بس في بعض الإجراءات تم مثلا عملية إعادة هاي ببعض بدة تقنية عالية، ببعض الأماكن مساعدة مع مختبرات خاصة، ولكن تمت العملية كلها ضمن المشفى وبكوادر المشفى وبهمة المشفى. في عنا جهاز الطبق المحوري حديث تم تركيبه من حوالي 6 أشهر، كمان بمساعدة الوزارة مشكورة تم تأمين جهاز طبقي محوري حديث ومتطور ويقدم خدمات كبيرة جدا. نرجع بقول جهاز الطرة القلبية كان متوقف عن العمل، كمان تم بهمة الشباب ومساعدة الفنيين اللي عنا تم تجاوز بعض الصعوبات، لأنه كان في أعطال بالفترة الماضية وهلأ رجع من فترة قريبة للعمل وبجودة عالية. أكيد يعطيكم ألف عافية. ما فينا كمان ننكر أنه أنتم من الفئات أو المهن اللي هي ما بتعطل ما بتعرف إجازات، نحن دائما أنتم ونحن والجيش وغيرها من المهن ضمن الفقرة جيم مستثنيين من العطل. حاليا جهوزية رمضان وأيضا نحن على أبواب العيد، فنحكي عن جهوزية المشفى خلال هاي الأيام. لا شك نحن دائما يعني مثل ما تفضلتي بالاعياد او خارج الاعياد نحن جاهزين، استنفار 24 ساعة. للاسف نحن بتزيد بعض الحوادث بعض الاشكالات بفتره العيد، فنحن بيكون عندنا استنفار اكثر من غيرنا، لانه بعض الحوادث بتزيد، السقوط، حوادث السير، مشاكل الاعيره، الالعاب الناريه، كلها هي بتؤدي لزياده بعض الحوادث اللي بتراجع الاسعاف. فنحن بنغطي هذا بجداول المناوبات تشمل كافة الأعياد. طبعا حتى العمليات بكون في عنا برامج عملية، يعني نحن برجع بقول ما فينا نوقف، مستحيل نحسن نوقف، فلا دائما نحن جاهزين، برامجنا جاهزة، مشفانا جاهزة لتقديم كافة الخدمات في كل الأحوال. يعني مشكورين على الجهود اللي عم تقوموا فيها، تحية كبيرة لكل الكوادر الطبية في مشفى المجتهد وفي جميع أنحاء دمشق والمحافظات السورية على المساحة الجغرافية، لأنه ضمن مثل ما قلنا الإمكانيات الموجودة والحصار اللي نحن عم نعيشه عم تقدموا الخدمات الطبية على مدار الساعة. شكرا كثير لك. شكرا لك دكتور، يعطيكم العافية، حياة مباركة على الجميع. شكرا لكم وكل عام وانتم بخير وانت وسوريا بخير. شكرا لك. لهون سبب تكون رحلتنا الصباحية لليوم كانت منوعة بتضمن محطات عديدة صحية طبية فنية واجتماعية.